أولاً أريد أن أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم. ما هي أهدافكم هنا في سوريا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. نحن أمة رسالية. وأهداف أمتنا هي إنقاذ العالم أجمع، والناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور وليست أهدافنا متعلقة في سوريا فقط إنما الآن معركتنا هي في سوريا قال الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع أمته قال تعالى ألف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هذه هي مهمه امتنا الرساليه. علينا ان نخرج الناس من الظلمات الى النور. ولا يكون هذا في القتال كما يفهم الناس ان الاصل القتال والضرب وما شابه ذلك. الاصل ارشاد الناس وهدايتهم الى الطريق الصحيح كما بينه الله. وكما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهمتنا هي ارشاد الناس والاخذ بايديهم لنتمكن جميعا من تحقيق سياده شريعه الله عز وجل على الارض. ومهمتنا في سوريا هو جزء من هذه المهمه. جماعتك تسيطر على قطع كبيره من الاراضي. إلا أن عديد من نقاد بك يقول أنكم لا تنفذ شريعة إسلامية يقولون أنكم قوات قتالية فقط وعدم إقامة الشريعة ماذا تقول لهم؟ للأسف الشديد هذا الانتقاد سببه عدم وعي بعض الأخوة بالشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية هي ليست حدود فقط الشريعة الإسلامية هي نظام كامل أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الذي أرسله للعالمين جميعا لينقذهم من الضلال. الرسالة الإسلامية هي نظام حياة شامل يشمل جميع كينونة الإنسان والبشر اجمعين. هي نظام تكافل هي حدود وهي هداية وهي مكارم الأخلاق وهي الدعوه الى الحسنى والاصل فيها مخاطبه الناس بالتي هي احسن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه فلذلك قال الله عنه وانك لعلى خلق عظيم الله قال لنا ان ندعو الناس بالحسنى وقولوا للناس حسنى هذه هي اصلا دعوه القران الكريم وليست الحدود فقط القرآن الكريم يمتد على ستة آلاف ومئتي آية تقريبا آيات الحدود منها ست آيات السيرة النبوية والأحاديث الصحيحة هي أكثر من عشر آلاف حديث صحيح دون المكرر بل عشرات الآلاف هذه العشرات الآلاف من الأحاديث لا يوجد أكثر من عشر أحاديث في الحدود فلا أدري لماذا تفهم الناس الشريعة انها هي الحدود فقط. نحن في الاماكن التي نسيطر عليها نقوم بتبليغ دين الله الصحيح كما اراده الله. ندعو الناس الى العلم، ندعوهم الى تفهيم الدين، نقيم الدورات الشرعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم اولا علم الناس ثم اقام الحدود. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بيد الناس الى الهدايه وامن لهم ما هم بحاجه اليه. فلذلك لم يكن هناك حدود إلا نادرا بل أن الحدود يجب أن تدرأ بالشبهات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقم الحد على السراق لأنهم كانوا يسرقوا ليأكلوا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لم يقم الحد على أبي محجن الثقفي لأننا في حال حرب فالدين هو ليس حدود الدين في أساسه والمهمة التي ارسلت بها الرسل جميعا من الله تعالى هي افراد الله بالعبودية. فانت لا تحسب نفسك قوة قتالية فقط. طبعا القتال هو استثناء في الاسلام، نحن امه رسالية ومهمة الاسلام هي ليست القتال فقط هي اخراج الناس من الظلمات الى النور. هي تطبيق حكم الله في الارض. أنا إذا دعوت ناس إلى الإيمان بالله وآمنوا بالدعوة فلماذا أنا أقاتلهم؟ القتال في الإسلام هو آخر وسيلة هو آخر وسيلة دبلوماسية يعني كما يقولون الآن في تعريف الحرب الحرب هي الدبلوماسية الخشنة نحن نحاول أن ندعو الناس بكل ما نستطيع بالتعليم بالدعوة من خلال المساجد من خلال وسائل الإعلام اي وسيله متاحه للدعوه الى الله نسلكها. فاذا قام الناس ووقفوا امام دعوتنا او منعوا الناس من ان يؤمنوا لابد ان نقاتلهم حتى نوصل كلمه الله الى الناس. هذه كلمه الله نحن مكلفون بايصالها الى الناس. فالذي يحول بيننا وبين الناس من ان نوصل هذه الدعوه اليهم لابد ان نقاتله. حتى يعبد الله وحده في الأرض. تنظيم الدولة يتبنى تنفيذ الشريعة الإسلامية في المناطق التي تحت سيطرتهم، ووفقًا لهم، إذا أُخذت تلك المناطق منه لن يكون هناك تنفيذ للشريعة الإسلامية. مرة أخرى، وفقًا لهم هذا سوف ينقذ إيمانك ويخرجك من الدين. كيف تردون عليهم؟ هذا ناتج عن الفهم السيء للاسلام. هم ظنوا ان الاسلام هو حدود فقط. اكرر الاسلام هو دعوه شامله. راس هذه الدعوه توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل كما فسره العلماء توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. وذروة الامر في التوحيد هي توحيد الالوهيه. وتوحيد الالوهيه باعتراف قصير ومختصر هو ان نوحد الله في افعالنا. يعني اذا دعونا فلا ندعو الا الله. اذا استعنا فلا نستعن الا بالله. اذا عبدنا فلا نعبد الا الله الا الله. اذا استغثنا فلا نستغيث الا بالله. كما قال ابراهيم عليه السلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ونحن نقول في كل صلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين فأصل الدين هو الدعوة إلى الله وتوحيده والتوحيد لا به ومن الدين اشياء كثيره غفل عنها اصحاب الدوله الدين الاسلامي دعا الى مكارم الاخلاق دعا الى عدم الكذب دعا الى عدم الغلول دعا الى عدم البهتان دعا الى الرحمه بالناس دعا الى الرافه بالمسلمين وبغير المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليرح وليحدد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يعني إذا أردنا أن نذبح شاة علينا أن نحد الشفرة ولا نريها الشفرة قبل الذبح ونذبح بسرعة حتى لا نعذبها دين دين رحمة وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، هو ما ارسل هو ما الله لم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوه وارهابا للعالمين، قال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، والرسول قال عن نفسه ان الله لم يرسل لم يرسلني متعنتا انما ارسلني معلما ميسرا.